السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع آخر دروس الوحدة الأولى بعنوان لا ميتيو. ودرسنا النهاردة بنتكلم فيه عن كوميونيكاسيون الاتصال، وبنتكلم فيه عن موضوعين مهمين جدا. أول حاجة لو سوجي الموضوع، ونشوف الموضوع بتاعنا النهاردة بيتكلم عن إيه. تاني حاجة لسيتواسيون المواقف اللي ممكن تقابلنا وإزاي نقدر نرد عليها. أول نقطة النهاردة بنتكلم فيه عن لو سوجي، وبيقول لنا فيه الموضوع بتاع النهاردة هو عبارة عن خطاب. بيقول لنا اكتب خطابا لصديقك الفرنسي تدعوه لزيارة مدينتك في فصل الشتاء، محددة موقع المدينة بالنسبة لمصر مع وصف الطقس في هذا الموسم وذكر أهم المواقع السياحية التي يمكن زيارتها. إذا موضوع درسنا النهاردة بنتكلم فيه، أو الموضوع بتاعنا النهاردة عبارة عن خطاب، ونراجع مع بعض خطوات كتابة الخطاب. في البداية طبعا بنكتب على الشمال اسم البلد المرسل منها الخطاب وتاريخ اليوم والشهر والسنة، على سبيل المثال لوكسور لوفان أكتوبر 2013. بعد كده بنبدأ نكتب اسم المرسل إليه الرسالة مصبوغ بكلمة شير، يبقى مثلا على سبيل المثال شير جون. بعد كده بنبدأ كتابة الخطاب، بنكتب في البداية قلنا جملة افتتاحية بسيطة، وبعد كده موضوع الخطاب، ثم جملة ختامية، وبعد كده بتكون في الإمضاء في الآخر. على سبيل المثال بنراجع مع بعض الخطوات ديت. أول خطوة بنقول له الجملة الافتتاحية جو سوي تري كونتون دو تكرير سيت لتر، أنا سعيد إن أنا ببعت أرسل لك هذا الخطاب. بعد كده أبدأ في موضوع الرسالة، فبقول له بور تانفيتي أباسي إن سومين شي موا لوكسور، برسل لك هذا الخطاب لدعوتك لقضاء أسبوع معي في مدينة الأقصر. الفيتيد شينو أونيفير، الجو عندنا دافئ في فصل الشتاء. إلو سيلي كلير دون لا بلوبار دي جور، والسماء بيكون صافية في أغلب أيام أو في غالبية الأيام بتاعة الفصل الشتاء. تي بورا أوسي فيزيتي لي تومبل دول دي لوكسور إي دي كارناك، تقدر أيضا إنك تزور معابد الأقصر والكارناك. تي سيرا كونتون جيسبير، يعني أنت هتكون سعيد أنا بأمل في هذا. جاتون تا ريبونز، دي الجملة الختامية، بقول له بنتظر الرد بتاعك. وفي النهاية بتكون الختام في بالإمضاء أبيانتو، إلى اللقاء، وبمضي بالاسم أو بسيب مكانه طبعا فاضي ما بمضيش. بعد كده بنتنقل للنقطة الثانية في درسنا النهاردة، وبنتكلم فيها عن لي سيتواسيون المواقف. أول موقف معنا بيقول بور دو موندي لي تا دي تون، لسؤال عن حالة الجو أو الطقس. تيجي بتقول إيه الفيبو أجوردوي، جو كويس النهاردة؟ طبعا لأ. أكيل تون فاتي أليكول، هتروح المدرسة الساعة كام؟ دار جملة خاطئة أو رد خاطئ. أكيل تون فيتيل أجوردوي، الجو عامل إيه النهاردة؟ يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، كيل تون فيتيل أجوردوي. الموقف الثاني بنقول pour exprimer l'état du temps égyptien on dit on dit، يعني عشان نوصف او نتكلم ونعبر عن الجو او الطقس في فصل الصيف في مصر بنقول ايه؟ il y a des nuages partout، في سحب في كل مكان، ولا il fait chaud partout، ولا جو حار في كل مكان، ولا l'automne est trop froid، l'automne est trop froid، الجو برد جدا. طبعا الإجابة الصحيحة هي الثانية اللي هي الفي شو بارتو، يعني الجو بيكون حر في كل مكان. الموقف اللي بعد كده بتنصح صديق تي كونساي أنا مي فرونسي كي فا لوكسور تي تي دي، تنصح صديق بيذهب فرنسي ذاهب إلى الأقصر في فصل الصيف، يا ترى بتقول له إيه؟ تي دوا بورتي دي فيت مو ليجي، لازم تلبس ملابس خفيفة، ولا بورتا مونتو البس بالطو، ولا فيزيت لي بيراميد إي لو سفينكس، ولا زور الاهرامات والابو الهول. طبعا الاجابه الصحيحه الاجابه الاولى، تي دوا بورتي دي فيت موليجي، لازم تلبس ملابس خفيفه. طبعا صعب جدا نقول له البس بالتو او زور الاهرامات وابو الهول، لانهم طبعا مش موجودين اصلا في مدينه الاقصر. رابع موقف معانا بيقول لنا تي دي كري لو تون ايجيبت اونيفير، تي دي توصف الجو في مصر في فصل الشتاء، ممكن تقول ايه؟ il fait chaud toute la journée، الجو حر طول اليوم، ولا il pleut et le ciel est couvert، الجو يمطر والسماء ما غطاه، ولا بتقول le ciel est clair et il y a du soleil، ولا بتقول ان الشمس صافيه وفي شمس، او عفوا السماء صافيه وفي شمس. طبعا اكيد هنقول ان il pleut et le ciel est couvert،
الجو بيمطر طبعا، ان احنا في الشتاء فطبيعي ان الجو بيكون بيمطر والسماء بتكون مغطاة. من خلال درسنا النهارده بيقولنا اون كونسات بيان، لاحظ جيدا l'utilisation de tout le vocabulaire et les expressions de la leçon pour produire des phrases et des répliques pour communiquer avec les autres. يعني الكلام ده يعني ان لاحظ جدا استخدام كل الفوكابولير، عناصر الفوكابولير او الكلمات والتعبيرات بتاعة الدرس لتكون قادر على انتاج جمل وجمل حوارية للتواصل مع الاخرين. Choisir le bon groupe ده عنوان السؤال بتاعنا النهاردة. Pour demander l'heure on dit، للسؤال عن الساعة بنقول ايه؟ A quelle heure vas-tu arriver؟ هتوصل الساعة كام؟ ولا إلي كيلور سيل فو بلي، الساعة كام من فضلك؟ ولا إلي سيتور جوست، الساعة 7 بالظبط؟ أكيد طبعا الإجابة التانية إلي كيلور سيل فو بلي، يعني الساعة كام لو سمحت. ده للسؤال عن الساعة. الموقف التاني اللي معانا النهاردة بور ديكرير لي تا دي تون يير اون دي، لوصف الجو امبارح بالأمس ممكن نقول إيه؟ حالة الجو بالأمس. إلفي بو الجو كويس، ولا إلفي راشو الجو هيكون حر، ولا إلفي زي تري فروا الجو كان برد جدا. طبعا ما دام قلنا إيير امبارح يبقى هنقول إلفي زي تري فروا الجو كان برد جدا، ما ينفعش نقول نحن نوصف الجو امبارح ونقول إلفي راشو الجو هيكون حر، أو إلفي بو أو الجو دلوقتي كويس. ما دام بنتكلم عن الماضي يبقى هنجيب إلفي زي تري فروا الجو كان برد جدا. إيه ألا فا ميرسي بوكو بور فوتو تونسيون أفيك نفهم إيه أبيانتو.